عندنا واحدة قرنبيط، تمام، مغسولة كويس، وبعدين هنقطعها. هنحتاج كمان مي لسلق القرنبيط، مية مغلية، ومعلقة صغيرة من السكر، وكمون وملح، ده علشان نسلق القرنبيط. أما الخليط اللي هنحط فيه القرنبيط علشان نحمره، هيتكون من فصين ثوم مهروسين ناعم جدا، كوباية من الكزبرة المفرومة، كوباية بقدونس، وكوباية شبت. هنحتاج كمان كوباية ونص من الدقيق، كوباية مية، نص كوباية نشا، 2 بيضة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الشطة، ده لو عايزينها تبقى حراقة، أما لو مش عايزينها حراقة نلغي الشطة خالص، ملح وفلفل أسود، وأكيد زيت علشان نحمر بيه القرنبيط. دي مقاديرنا، سهلة وبسيطة، واليومين دول موسم القرنبيط، فإن شاء الله هيبقى أكلة حلوة جدا، وكمان طعمها بيبقى لذيذ، وبالعيش بقى وجرجير ومخلل، وإيه، بتبقى حاجة حلوة جدا. هحط حلة على النار، وفي الحلة دي هبدأ أحط مية مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام جدا. في المية المغلية هنحط كمون، عندنا الكمون، كمون ضروري جدا في سلق كرومبو قرنبيط، تمام، ضروري جدا، هو مش مجرد بس طعم، لا، هو بيساعد على ان احنا نتخلص من الغازات او الانتفاخات اللي ممكن يعملها لنا القرنبيط او الكرومبو، فالكمون مهم جدا. هنحط معلقة صغيرة من الكمون، وهنحط السكر، هنا السكر كمان بيدي طعم حلو قوي، واكيد طبعا هنحط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بعد ما حطينا في الميه المغليه الكمون والسكر والملح كمان، هبتدي احط زهرات او الوردات الصغيره بتاعه القرنبيط، بحاول كده اظبطها، تمام، لو في حته زياده، حاجه طالعه، هنشيلها. خلي الحجم بقى كده ايه، متوسط، علشان اولا يستوي معانا على طول، وبعدين تبقى القطعه كده لطيفه مش كبيره قوي، وتاخد من التتبيله حلو، ويبقى طعمها حلو قوي. انا حطيت زهرات القرنبيط عشان تتسلق معانا. طب نسلقها قد ايه بقى؟ هنسلقها فتره تتراوح ما بين من 5 ل10 دقايق، وما نكترش، ده بيرجع لايه؟ بيرجع لقطعه القرنبيط نفسها، كل ما صغرت كل ما خدت وقت قليل، كل ما كبرت كل ما تحتاج وقت اكبر، تمام؟ هغطي انا دلوقتي بعد ما خلاص حطيت كل القرنبيط اللي عندنا في الميه المغليه اللي محطوط فيها كمون، محطوط فيها ملح، ومحطوط فيها رشه من السكر، وهغطي واسيب القرنبيط بقى حوالي من 5 ل10 دقايق علشان يستوي تلتين سوا بس، لاننا لو طولنا عليه ونطلعه هنلاقيه اتفرفت، وما بقيناش قادرين حتى ان احنا نتحكم فيه. وتعالوا بينا على بال ما يتسلق نعمل الخلطه الحلوه اللي احنا هنتبله بيها ونحمره فيها. نجيب كده طبق غويط، وهبدا، بسم الله، وهبدا دلوقتي احط، فين الحليب؟ مش عندنا برضو حليب في المقادير، ولا ميه؟ نستخدم ميه، تمام، خلاص، اوكي، مفيش مشكله. ادي البيض، تمام، وعندي الثوم، دول فصين من الثوم، هنهرسهم كويس جدا ونحطهم. هقلب بس البيض كويس، هنربه كده، وهبدأ بقى أحط كل البهارات اللي عندنا. عندنا دي كركم، معلقة صغيرة، الكمون، بعد ما حطينا البيض وحطينا معاه الثوم، وبدأت أحط كل البهارات، ملح، حطينا كمون، حطينا كركم، حطينا شطة، هنحط فلفل كمان، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، وهنحط بيكنج باودر، معلقة صغيرة كده، هايل جدا. هقلبهم مع بعض عشان كده ندوب الملح،
وهجيب المية وهاخد حوالي كوباية. هحط في البداية كوباية واحدة، وبعدين لو عوزت ازود تاني ابقى ازود براحتي كده كوباية من المية. تمام، وادي عندنا كوباية من الدقيق، هنبتدي نحطها ونقلب. ومعانا كمان نص كوباية من النشا، ودي اللي هتدينا نتيجة حلوة وقرمشة هايلة جدا جدا ولون تحفة جدا للقرنبيط. وهقلب كويس قوي، ولو حسيت ان الخليط معايا تقيل هنزل بشوية مية كمان. في ايدينا بقى المية اهي، وهنتحكم فيها ونتحكم في سمك الخليط كويس جدا. في النهاية محتاجة الخليط يبقى عامل زي قوام البانكيك، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. الخفيف قوي مش هيثبت على القرنبيط، والتقيل قوي هيبقى عبارة عن عجينة، حتى بعد ما حمر القرنبيط مش هيدينا نتيجة حلوة. تمام، ادي نقلب كويس عشان بس نضيع اي تكتلات ونفكها. حلو قوي، ريحته كمان جميلة جدا ولونه بقى، شايفين اللون الذهبي الحلو ده جاي من الكركم. اعتقد كده القوام تحفة تحفة جدا. بالمعلقة بقى عشان ايه نبينه اهو. تمام بالشكل ده. هبدأ بقى اضيف الخضار اللي عندنا او الخضرة اللي عندنا، شبت وادي كزبرة وبقدونس، دول بقى هيدوا ريحة فظيعة جدا. واقلبهم وكده تبقى الخلطة جاهزة عندي، يدوبك القرنبيط يخرج من مية السلق يهدى كده ويبرد شوية علشان أبدأ أنزله في الخلطة الجميلة دي. عملنا خلاص القرنبيط واتسلق كويس جدا، أنا دلوقتي هبتدي أبص عليه بصة، ولو لقيته تمام خلاص هنبتدي إن احنا نصفيه من المية. هحط كده الشوكة، هايل جدا الشوكة بتدخل على طول، يبقى كده الدنيا تمام. ما تستنيش لما يتهري علشان يفضل محافظ على شكله، ما يبقاش مهري ويقل مننا كمان في المية. فانا هشيل دلوقتي هو في الحوض على طول وهصفيه. بالشكل ده بقى معانا خلاص القرنبيط مسلوق وكمان محتفظ بشكله زي الفل، مش مهري ولا اي حاجة. الخلطة اللي احنا عملناها كمان جاهزة معانا اهي بالشكل ده، وعايزين بس القرنبيط يهدى معانا شوية علشان نقدر ان احنا ننزله بقى في الخلطة ونبدأ نحمر. يلا بينا بقى علشان نحمر القرنبيط بعد ما استنينا ان الزيت يسخن. هبدأ اخده واحطه، بس اجلفز بقى عشان نعرف نتعامل كده على طول. هناخده بقى ونحطه في الخليط اللي احنا عاملينه، اللي احنا قلنا يعني قوامه اشبه كده بقوام البانكيك، وقلنا ما ينفعش يبقى خفيف قوي لانه لو خفيف قوي مش هيثبت على القرنبيط، ولو تقيل قوي هيدينا في الاخر طعم كده عجينه من جوه. تمام، فعايزينه يبقى ايه ما بين الاتنين، قوام متوسط. حلو جدا، اقلبه كده في الخليط. وزي ما قلنا ضروري يكون الطبق جنبنا علشان مجرد ان احنا هنتحرك بيه من مكان للتاني هيبهدل لنا الدنيا، فلازم كده تبقى البولة او الطبق في ايدينا. وهنبتدي ناخد منها وننزل على طول على طول في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحمر بقى في زيت سخن على نار متوسطة. تمام، عايزين كده القرنبيط يكمل بقية تسويته وياخد لونه على نار متوسطة. حط كمان ونجهز كده في الخلطة. قادرين نتعامل مع القرنبيط وبنمسكه بسهولة، مش متفرفت ولا مبهدل مننا. عايزة بس ادي تقليبة. بسم الله الرحمن الرحيم.
هيبتدي بقى ياخد لون ذهبي جميل جدا وقرمشه حلوه قوي، والبيكنج باودر اللي احنا حطيناه كمان هيخليه هش ومش مكتوم. القرنبيط على النار زي ما انتم شايفين بيبتدي ياخد لون ببطء والدنيا تمام، مش بيتلسع مننا وبياخد لون غامق على طول، وده زي ما اتفقنا وزي ما بنقول على طول دي فعل النشا اللي احنا حطيناه في الخلطه بيخلي الحاجه ما تاخدش اللون بسرعه قوي، فبالتالي بيخليها تكمل تسويتها براحتها وتقرمش كمان وتديكي نتيجه حلوه قوي قوي. ريحه بقى الخضره اللي احنا حاطينها اللي هي الكزبره مع الشبت والبقدونس مديه ريحه حلوه قوي قوي للقرنبيط زي الفل ما شاء الله جميل جدا هايل. وبصوا شغالين وعلى النار والدنيا تمام جدا وما بيتحرقش تمام، ولونه حلو قوي وابتدى يخرفش في بعضه كده، ده دليل على انه مقرمش وجميل. الله على القرنبيط بجد تحفه، انا بعشقه من الاكلات اللي انا فعلا بعشقها. شايفين برضو لسه القرنبيط على لونه تمام، بياخد لونه بهدوء جدا. اعتقد ان كده كفايه، خلاص كمل التسويه اللي كانت فاضلاله زي ما قلنا احنا مطلعينه تلتين سوا من الميه المسلوقه من الميه اللي كان بيتسلق فيها، ودلوقتي هنبدا نطلعه على مناديل المطبخ علشان تمتص اي زيوت موجوده فيه زياده، ونقول بسم الله كده ونبدا نخرجه. ده عامل ازاي شكله يفتح النفس، ولونه كمان فظيع جدا جدا باين معانا. وهتلاقوه بصوا مقرمش ازاي، مقرمش جدا بيخرفش في بعضه، وطعمه ولونه بيبقى فظيع جدا جدا. يلا بينا ننضف الزيت قبل ما نحط فيه مره تانية، ده ضروري. انا بحط طبقه تانية او مره تانية من القرنبيط، نقلب كده القرنبيط مع بعض. زي ما انتم شايفين مش بسهوله بياخد اللون، وده حلو قوي علشان يطلع معاكي مقرمش ويطلع معاكي كمان لونه حلو جدا. زين دلوقتي الطماطم بالشكل ده، زين القرنبيط بالطماطم حلو جدا جدا جدا، طبق كده مشهي ويفتح النفس. وهنقدمه بقى خلاص، حاجة بسيطة. هو بصراحة غرقان خضرة، بسم الله الرحمن الرحيم. أوبا تمام، ونغرف ايه، نغرف البصاره.